تبعا للحركة التي أجراها سيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم على التنصيب الرسمي لوالي ولاية برج باجي مختار دحيمي عبد الرحمن مراد، دعا إلى ضرورة إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في الشأن المحلي وإعطاء الأولوية لتسليم المشاريع التنموية. تنظيم هذه المراسيم بحضوركم جميعا كفاعلين محوريين إلا هو نابع من قناعتنا الراسخة بأهمية العمل التشاركي كسبيل للنهوض بالتنمية المحلية، وهو فحوى تعليمة السيد رئيس الجمهورية الذي كلفني بالتنقل إلى كافة الولايات المعنية بالحركة. الوالي ينصب أمام مواطني ولايته وأمام كل فعاليات مجتمعه، لا تعرف الأهمية التي يوليها إلى المواطن حيثما وجد. إحداث الولايات العشرة الجديدة ليس إجراء إداري تنظيمي فحسب، بل مقاربة استراتيجية تنموية متعددة الأبعاد نمضي في متابعة تجسيدها في الواقع بخطوات ثابتة.